أحسن من الأخبار، لأنه ما خالق بلد من التراب ما يجول فيه. شوف يجيب لهم أخبار صدف ما كانوا عالمين به، ويجيب لهم أخبار بلد ناس نزلت فما كانت ما كانوا عالمين بها. كان دائما الناس عندها عاطفة الإعلام اللي خليك يعلم به كل حد، وليش حد حد عن حد السحاب، ليش حد عنه العدو اللي عاد جاي، وليش حد عنه السوق اللي عاد رابح. أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون. بداية النشرة من مخيمات تندوف، حيث حراك شبابي كبير تميز اليوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الكتابة العامة. الوقفة تعد الأكبر من نوعها منذ أزيد من 26 سنة. انتفاضة شبابية ضد قيادة البوليساريو الفاسدة تطالب بإسقاط الجلادين والمفسدين. العالي حميميد والتقرير. اليوم 22 من الانتفاضة الشعبية التي يقودها جيل من الشباب ولد وترعرع في كنف البوليساريو. اليوم 22 ليس كغيره من الأيام، إنه بداية لنهاية حقبة سوداء من تاريخ قيادة البوليساريو الفاسدة. المئات من الشباب يمثلون مختلف الشرائح القبلية بالمخيمات تجمعهم إرادة واحدة، محاكمة الجلادين الذين تسببوا في إيذاء العشرات من الصحراويين الأبرياء خلال الفترة الأخيرة. اليوم يعتبر بداية لموجة من الاحتجاجات ستشمل كافة المخيمات، منذرة بمزيد من الوعي الشبابي الحقيقي على أن البوليساريو ليست غاية لتحقيق هدف ما، بل وسيلة للاستغناء غير المشروع على حساب اللاجئين الأبرياء. لاجئون قرر عدد منهم خوض اعتصام مفتوح أمام مفوضية غوث اللاجئين بالرابوني إلى حين إطلاق سراح كافة المعتقلين. ويرى عدد من المتتبعين على أن المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لم تحرك ساكنا في هذه القضية، بل الأنكى من ذلك أن صحفا جزائرية أنكرت وجود أي حراك شبابي بالمخيمات، مما يدل على التوجيه الإعلامي للجزائر داخل مخيمات تندوف ومحاولتها طمس الأحداث هناك ولو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي عبر قطع صبيب الإنترنت وغيرها من الوسائل البائدة. الأنباء الواردة من المخيمات تفيد بتواصل الاحتجاج الشبابي ضد قيادة البوليساريو. ولنا عودة لتفاصيل أكثر في سياق نشراتنا اللاحقة بإذن الله. تساقطات مطرية قياسية شهدتها مدينة قليميم على امتداد 3 أيام الأخيرة، أمطار أدت إلى ارتفاع منسوب العديد من الأودية مما تسبب في قطع الطريق الوطني رقم 1 بمجموعة من النقاط، كما سجلت عدد من الحوادث الطرقية. حافظ محضار ومحمد بعيريس ومحمد فاضل عبيد. أمطار عاصفية قوية شهدت مدينة قليميم على امتداد 48 ساعة الأخيرة، تساقطات بكميات غير مسبوقة أدت إلى سيول قوية لوادي أم العشار الذي يفصل ضفتي المدينة. أمطار كانت لها أضرار جانبية خاصة على بنية المدينة التحتية. الحمد لله على هذا الفيض جا الواد نون، نحن عادنا سنين ضريك ما شفنا هذا الخير، أو الحمد لله نشكر مولانا ونحمدوه، هذا ياسر من الفضل. الحمد لله على السحاب اللي جات نضريك، على الفلاحة وعلى الحية وعلى كامل، الحمد لله جات في وقتها، الحمد لله يا رب العالمين حامدينك، وهذا ياسر من الخير كامل. جينا من زمان راحنا دابا زين نسرقوا مقر طنطان، حبسنا الواد ودابا لقينا الناس موقفين تيخوا الواد شويه وندوز. التساقطات المطريه التي عمت كافه ارجاء الاقليم وبكميات متفاوته أدت إلى شل حركة مرور العربات بالعديد من النقاط بطريق الوطني رقم 1 نتيجة سيول مجموعة من الأودية، سيول تسببت في مجموعة من الحوادث الطرقية. تساقطات المطر المهمة واللي عطات نتو واحد سيلان كبير في الوديان ديالها،
ومما اثرت انتو على واحد بعض المقاطع ديال الطرق. وانا خص بالذكر منها انتو واد صياد، واد بوكيلا، واد بويسفن، واللي سميتو الواد فايد، وعطى الماء سميتو على الجناب ديالو، وسبب من الانقطاعات ديال الطريق الوطنيه رقم واحد. تساقطات مطريه قويه اذا، وان كانت لها اثارها الجانبيه الا انها وبالمقابل خلفت ارتياحا كبيرا لدى فلاحي المنطقه الذين استبشروا خيرا بها لانعكاساتها الايجابيه المحتمل على قطاع فلاحي ظل ولسنوات يئن تحت وطأة آثار الجفاف الذي خيم على المنطقة. إقليم أسازاك هو الآخر شهد تساقطات مطرية مهمة خلال 24 ساعة الماضية، فاقت 21 ملمترا. تساقطات أدت إلى انقطاع حركة السير على الطرق الجهوية خاصة الرابطة بين بلدتي أسا وزاك، كما يرصد ذلك الروبورتاج علي الكبش ومحمود الطويف. بعد سنوات عجاف تهاطلت ولساعات طويلة أمطار الخير والرحمة، فامتلأت الأودية والأنهار وارتوت معها أشجار النخيل والطلح لتنقش الابتسامة على محيا الصغار كما هو حال الكبار، ومعها الأمل في نفوس الكسابة لموسم فلاحي جيد ينسيهم سنوات خلت من الترحال بحثا عن الكلاء والماء في ظل توالي أعوام الجفاف. الحمد لله على هذه الأمطار وهذا الغيث اللي أعطاه لنا مولانا في الوقت اللي احنا لاحقين عليه، بعد ما صلوا المؤمنين صلاة الاستسقاء. الحمد لله، من الله على الخير أعطانا الله. ياك فهمت اللي فرحت به البلد وفرحت به الشعب وفرحت به الفلاح والكساب والأرض وكل واحد الحمد لله، وهذا ياسم الخير أعطانا مولانا. والله إن شاء الله يزيدها ولا ينقصها، والله إن شاء الله يجي منها قد ينفع الماء يضر. ياك فهمت، وهذا الحمد لله ياسم الخير. وقت زين الحمد لله، وذا هو الواد سايل، وذا هي الرحمة الحمد لله، عام من الزاك الحمد لله، اللبيرات المسيد القليميم لا سهون، هذه عامة الحمد لله، وهذه أمطار حمدنا عليها مولانا. تهاطل أمطار الخير التي استبشرها عموم المواطنين خيرا بنسب جيدة كان لها الانعكاس على الطرق الفرعية والوطنية التي انشلت حركيتها لساعات ليلازمها تساقط للكثل الصخرية على امتدادها ما يهدد سلامة المواطنين. المصالح المشرفة على قطاع التجهيز والنقل بإقليم أسازاك عكفت على وضع كافة الوسائل والمعدات الضرورية لتفادي الحوادث الطرقية التي قد تعصف بأرواح المواطنين وإعادة شريان الحركية للطرق المحورية. عرفت مجموعة من المحاور الطرقية للإقليم على إثر التساقطات المطرية، نقاط ديال قطع الطريق بسبب الفيضانات، خصوصا الطريق الوطني رقم 12 الرابطة بين أسا وطاطا، وعلى الطريق الجهوية رقم 103 الرابطة بين أسا وزاك، والطريق الإقليمية رقم 1308 الرابطة بين أسا وعويتلينا. وفي هذا الإطار تجندت المديرية بجميع المكونات ديالها قصد ضمان الاستمرارية ديال حركية السير وضمان السلامة ديال المواطنين. تساقطات مطرية مهمة شهدها إقليم أسازاك خلال 24 ساعة الماضية أدت بمقتل فتاة في ريعان شبابها بعد أن جرفتها مياه إحدى الأودية على مقربة من جماعة عوينت لهنا القروية. وعلى مستوى جامعة أسرير بإقليم قليميم، ما حاصرت مياه التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة تراب هذه الجماعة القروية، وذلك بعد ارتفاع مستوى مياه الأودية التي تحيط بهذه الجماعة خصوصا وادي صياد وواد واقنون، كما جعلها مما جعلها في حالة عزلة تامة اليومين عن كافة المنافذ المؤدية خارج هذه الجماعة القروية. الأمطار التي عرفتها الأقاليم الجنوبية مؤخرا فرح بها الكسابة، لكنها أحزنت البعض الآخر الذي خلفت لديه أضرارا مادية. بمدينة العيون سقط سقف إحدى الدور السكنية بشارع البير جديد مخلفا أضرارا مادية، وجرح شاب نقل فورا إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. يا مولانا.
ومن الليلة الماضية اللي بدأت فيها أسحاب ليلة الجمعة إلى يامس الفجر، والله باط اليوم مع الصباح تفاجأنا بصوت الطفيل كان تاكي قدام، هو شاب تقريبا في العشرينات من عمره، كان تاكي في هذا البيت القدامي اللي هو المصرية، وطاحت نصها كامل، طاح على 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 جهته اللي كان تاكي فيها، وتعطب بالكليشات اللي معدلة له بالنسبة للسبيتار، مبين أنه عنده تهريسات في الحوض. وعلى كل حال راهو مازال في السبيتار لحد هذه اللحظه اللي سجلت فيها هذه اللحظه، منتظرين راي الطبيب الاخصائي العظام وراي الطبيب اللي هو صاحب المسالك البوليه، ونعرف عقب ذاك شي اللي مثلا الضرر اللي لحقوا. ومثل ما انتم شايفين الدار كاع عايله للسقوط ولها فتره، واحنا راغمنا عليها الحال. البارح كنت جيت للدار مع الجوج، مع الدار تعرفوا انها راكمه وما يمتينا حتى، شطبت الفوق مع الجوج، مع عاد الجوج ديال الليل، مع عاد الجوج ديال الليل، ودخلت وسط البيت. ملي دخلت وسط البيت رقدت ساعتين ديال المكانه، طاح علي هذا الشيء. حاولت كاني ما امكن كاني نمرق، منين مرقت اولا نترز من النص، وجيت للطب وجزا الله خيرا، شي وحدين اطباء جزاهم الله خيرا، قاموا بالواجب، قاموا بكل شيء. ما نتمنى ذا اللي وقع لي يوقع لاي مسلم مولانا. في نفس السياق، وبقليميم أدت الأمطار الغزيرة إلى سقوط أحد الدور السكنية بحي القصبة بضواحي المدينة. أسقف هذا المنزل الذي تهاوت ألحقت أضرارا مادية فيما لم تسجل أي خسائر في الأرواح. بهذا كنا قد ختمنا ملف التساقطات المطرية. وإلى الشأن التنموي الآن، أولت الدولة عناية فائقة لدعم المشاريع لفائدة فئة المجازين بإقليم أسا زاك في عديد المجالات. النموذج من مشروعين بمدينة أسا للتعليم الخصوصي والصيانة المعلوماتية. روبورتاج محمد المصطفى خية والمحجوب كزيز. افتتحت هذه المؤسسة التعليمية الخاصة مؤخرا بمدينة أسا تخريدا للذكرى 39 لعيد المسيرة الخضراء المظفرة لفائدة شريحة المجازين من ساكنة الإقليم. هو مشروع للتربية والتعليم الخصوصي لحامله جمعية شعاع المعرفة بأسا، ورصدت له كلفة مالية بلغت نحو 225 ألف درهم، ممولة من لدن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة، وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأسا الزاق والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، في خطوة تروم خلق أنشطة مدرة للدخل لهذه الفئة وكذا توفير مناصب شغل. مشروع مؤسسة شعاع المعرفة للتربية والتعليم الخصوصي انبثقت من أهميتها بالمنطقة بمدينة أسا، وهي فكرة يعني جاو بها مجموعة من المجازين لحملة الشواهد اللي بلوروا هذه الفكرة في إطار هذا المشروع اللي تبين من خلال المؤسسة للتعليم الخصوصي. هو مشروع زوين، كيحقق فرص ديال الشغل في هذه المنطقة هذه اللي بحاجة ماسة مثل هذه المشاريع. كنقرا فرنسي وعربي، هذه المدرسة زوينة كنقراو فيها حنايا، هذه المدرسة زوينة كتقرينا مزيان. من بين الأهداف المشروع خلق أنشطة مديرة للدخل، وتتبع وتقييم من قبل الجهات المعنية يعني القطاع الوصي، بالإضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودار المبادرة. من بين مكونات المشروع إصلاح المحل وشراء التجهيزات الخاصة بالمشروع، وكذلك خلق أنشطة مديرة للدخل ومناصب شغل. مشروع آخر دعم لفئة المجازين بمدينة أسا لتعاونية الحياة للدعم التقني والصيانة المعلوماتية، هو مشروع يعمل حامله على خلق المواقع الإلكترونية وكذا التعريف بالإقليم والجهة والتسويق لهم إعلاميا. وممول من طرف برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة، هو المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بكلفة 170 ألف درهم. هذا المشروع هذا تحديدا يهدف إلى خلق فرص الشغل لمجموعة من المستفيدين من خلال مجموعة من الميادين اللي عندها علاقة تحديدا بالدومين ديال الانفورماتيك.
ديال الاعلاميات، وتحديدا كنتخصصوا في مجال انشاء المواقع الالكترونيه واحداث التطبيقات مختلف انواعها. يستطيعوا يقتحموا هذا الميدان الحديث في مجال المعلومات، وشافوا الحاجه المليحه له في الاقليم، وبالتالي جاءوا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ووضعوا الملف، وتم دراسه الملف مع الجهات المعنيه، وهو ملف صراحه ممول بشراكه بين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ووكاله الجنوب والمديريه العامه للجامعات المحليه. خطوه دعم مشاريع المجازينه وحملات الشواهد باقليم السزاق ستساهم لا شك في ايجاد حل ولو مؤقت لمشاكل هذه الفئه. في أخبار الحوادث وبقليميم، تمكنت فرقة الشرطة من توقيف شاحنتين محملتين بما يناهز 16 ألف قنينة من المشروبات الكحولية المتنوعة تقدر قيمتها بنحو 300 ألف درهم، وقد جرى إيقاف شخصان كان على متن الشاحنة قادمة من شمال المملكة. الموقوفان تم عرضهما اليوم أمام أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية قليميم، حيث ستتم متابعتهما من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، إضافة إلى تحويل وجهة مواد مدعمة من قبل الدولة مخصصة للأقاليم الجنوبية عبارة عن كميات من أكياس الدقيق المدعم، فيما صدرت مذكرة بحث وطنية في حق شريكين اثنين في العملية. صور نهاية النشرة ترصد للأمطار التي عرفتها كل من العيون والسمارة، صور بعدسة كل من إبراهيم جولي ومبارك الباز والتوظيب لأحمد سالم الكاين، وبالمناسبة مبارك الكرامة لجميع مشاهدي قناة العيون. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الناجم الحاذق عن سن تناهز 78 سنة الفقيد، ينتمي لقبيلة أولاد بعشرة. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد الهلال والعمار والإبراهيم عن سن تناهز 66 سنة الفقيد، ينتمي لقبيلة تركز، وقد كان قيد حياته قائدا سابقا بإحدى مقاطعات إقليميم. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة لالا بنت محمد سالم وللطاهر عن سن تناهز 72 سنة الفقيدة، تنتمي لقبيلة رقيبات أولاد الطالب. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة الزهرة بنت مبارك والسيدي حميدة عن سن تناهز 45 سنة الفقيدة، تنتمي لقبيلة رقيبات لبيها. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته والهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الآن فنصل الفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الأجواء ستعرف نزول تساقطات مطرية مهمة بمجمل المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 10 درجات بالزاك و19 درجة ببجدور. أما درجات الحرارة العليا فتتراوح ما بين 27 درجة بالكويرة و16 درجة بالزاك. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوية الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:23، أما الغروب فسيكون على الساعة 5:56. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 25 درجة بنواكشوط، 23 درجة بنوادي بو، 35 درجة بالزويرات، 36 درجة بتندوف، وبالعاصمة الرباط 24 درجة. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت سناتيف وإما، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجدد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأب ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا بإذن الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. مرة أخرى مبارك الكرامة، أطيب المنى من لكم في أمان الله. هذه الحلقة سنستجلي ما استطر في قصة البدو.